بخير؟ الحمد لله كل شيء بخير. مزيان صحيحة؟ كل شيء منيح. كي وصلتي؟ بخير. جيتي من لبنان لهنا؟ نيشان. كتهضر بالدارجة زوين؟ بيان سور. دونك مغربي؟ يا ما كرهتش. مرحبا. حنا ما نكرهوش. أحسن حاجة تكون مغربي أخويا. حتى حنا ما نكرهوش. احنا دينا البرونزية في الأولمبياد. حتى بلاد ما دارتها. برونزيه وذهبيه لا ولكن حنا كندوي في الكره. انت الكره انت عزيز عليك الكره وقيله بزاف. ما عندكش ما الجرى سفيان داد ذهبيه ولكن حنا كندوي على الكره. هكذا سيدي الله يعطيك الصحه. امين. جورج مرحبا بك معنا بعدا. انت اصلا ولد الدار ماشي واحد اللي براني على على, على 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 شاده. وراك عارف ان شاده اذاعه الفنان المغربي والعربي كيف ما كيف ما كان. تحيه لشاده اكيد. مرحبا والف الف مرحبا حبيبي. الا تكلمنا مع جورج فصل ولا فصل ماشي فصل يعني ساتوري تحيد يعني هكذاك. الا تكلمنا على جورج والبدايات ديالو في العالم ديال الفن. امتى بديتي انت اول مره بديتي كتغني بديتي دخلتي للعالم بديتي تقول انا راه عندي صوت زوين خاصني نبدا نغني؟ بدايه مكرفصه الصراحه. بدايه مكرفصه بيان سور حيت بتكون مش عارف شو لازم تعمل وهذا الدومين كتير صعب. صح. يعني اصعب دومين بتمشي فيه بحياتك هو هذا الدومين لانه هذا الدومين كله صباغه صباغه. يعني اذا لقيت شي واحد بيقول الصراحه بيكون الحمد لله. هذا اصعب دومين. اللي كيقول الصراحه زعما ما ينجحش. لا هذا الدومين خصو بزاف ديال الكدو وبزاف ديال حبيبي على راسي وعيوني وخصك بزاف ديال الوجوه باك صاحبي. الا بغيتي تنجح صعب بيان سور زعما ما ينجحك صوتك والكفاءه ديالك حيت كاين بزاف عندهم صوت زوين وعندهم كاريزما زوينه ولكن اللي بينجحك هو كونتاكت زوين. هذا اصلا الوقت صار وقت حظ بطل وقت لانه صار في كثير فنانين. يعني صار تقريبا كل بيت فيه فنان. نعم. وبالنسبه له انه هو فنان يعني فنان مثله مثل غيره. اوكي بيكون عنده شويه صوت وعنده شويه كاريزما بس الفن بده كثير يعني. يعني نحن قلنا زمان بالفن وبعد بدنا شغل تنسير عن جد يعني. نعم. إلا قلنا البدايات ديالك انت في عالم الفن امتى بديتي؟ بديت كان عمري اول مره غنيت فيها كان عمري 10 سنين. 10 سنين؟ كنت معاه بفلوس بابا. قال لي غني نعطيك فلوس. كان واقيلا هو كان مدبر على فلوس كانوا مخلصينه. لا كان عندنا واحد بحال مهرجان في المدينه ديالنا. انا ولد الريف. كان عندنا واحد المهرجان في الريف. الريف ديال لبنان. الريف ديال لبنان. هكذاك. وكان مغني معروف كان وقتها علاء زلزل سميته. ايه. كان معروف وكان في فرقه وهيك. قال لي بتغني؟ قلت له لا ما بغني. قال لي طب اعطيك مصاري؟ قلت له ايه. صافي وليتي فنان. اول مره غنيت غنيه كنت انا يعني كنت بابا بيعزف اورج بيعزف جيتار وبصوته كتير حلو. نعم. فبالبيت هو طبعا بنغني معه حافظين اغاني. كان وقت غنيت والدللي اها على زلزلي اها وانا مشيت. هو اصلا خصو يغنيها المغني وانا مشيت حرقتها لي مشيت دوست له الاغنيه ديالها. ولقيتي ديك ساعه تفاعل من الجمهور؟ ولد الريف وهم اصلا كلهم كيعرفوني وانا اصلا ولد الحومه وكنلعب في الحومه. نعم. داكشي بيان سور كلشي كيصفيك واحد الامبيونس كنشوف مالهم. يعني تفاجئتي في راسك. 9 سنين انا ما حسش داك المسؤوليه زعما غير شدت المايك وضحك. نعم. وكان داك الشيء زوين حيت اوريدي بابا الله يطول عمره ويطول عمر اهل كون زعما عارفين كيفاش خاصنا نغني يعني التيمبو والمزيكا. نعم. فداز زوين. من بعد عجبتني الفكره ولات كنغني اكثر كنمشي شي بلاصه فيها الصدى فيها الايكو. كنت كنقول كنسمع شي حاجه زوينه نقول الله خاصني نزيد. وكتشمني كنت كتمشي للحمام الهوايه ديالك هي الغناء. هذاك الحمام الجيران كيقول لك خاطينا من داك الحمام ديالك ما تدخلش. مزيان. دونك هذه هي البدايه ديالك. يعني اول مره طلعتي لاسين ولا اول مره غنيتي كانت عندك 10 سنين ومن تما بارازار. يعني ماشي كان مخطط لها. لا لا لا, لا. دونك كملتي الدراسه ديالك امتى اللي الوقيته اللي قررتي كتقول صافي دابا انا غادي نتفرغ للفن انا غادي ما غاديش ندير شي مهنه واحده اخرى المهنه ديالي هي الفن؟ شوف دخلت للجامعه قريت 3 ميجر. يعني اول ميجر بديت فيه ديال الطب. كنت باغي ندير طبيب حيت نخلص العالم من الموت وندير ديك العمليات فافور حيت كنشوف شي حاجه الناس كتموت في الباب ديال الاوبيتال وداك الشيء. اول ما شرحنا ديك لابان نعم وانا نطيح لهم في الارض حيت انا ضعيف مع الدم. اذا كتشوف الدم كان
كان تخاف وصافي وانا خليتها وقلت له بابا محال. قال لي غير جرب مره اخرى، هذا قلبي ضعيف على الدم، انا ما اصلا معروف اني قلبي ضعيف يعني داك الحوايج ديال الدم وما عنديش ما ما صالحش لي. قول لي ذبح حولي، نقول لك محال ما تذبحش حولي دابا. لا لا محال، ما نذبح حتى حاجه، ما نقدرش، قلبي كيقول رهيف صافي درويش ان شاء الله المرض بزاف والله العظيم. زين دونك الطب ما ما ما, ما صالحش. دخلت للحقوق باش ندير محامي حيت فيها الهضره بزاف. هي ما صالحاش. لا صالحه لي انا صالحه، ولكن دخلت واحد اليونيفرسيتي ديال الدوله، وحنا كنا كنلعبوا غير كارطة في القسم في الفصل، انا كنديروا نلعبوا الكارطة فين هو الدرس المقرر، خاصك تحفظ او المادة الوحدة فيها 1800 ورقة، ايش غنحفظ باش نحفظ، او ندخل ندير بزنس مانجمنت اخويا خاطي نمدك القانون دونك القانون حتى هو ما صالحش. زين درت بزنس مانجمنت وصافي، درست ادارة اعمال كانت زوينة، دوزنا داك 4 سنين 3 سنين ونص بخير وعلى خير، وانا خديت الدبلوم وباغي نبدا في داك الشيء تحسن حيد اللحيه تخدم بعقلك تفك مع 6 ديال الصباح. وجاني كنت واحد الملحن واحد الكاتب مشيت سمعت عندهم اغنيه حيت جمعت شويه ديال الفلوس وصافي ندير اغنيه ما نجرب، والبعرة فين هي البعرة كتجمع فلوس الاغنيه وما كتفكرش في الببليسيتي. خرجي اغنيه خرج غير اغنيه تخدم بوحدي. كتجي كتجيب الاغنيه في الديسك، كان سي دي ما كانش لا يوصل لا والو، وعندي السي دي اش خاصني ندير ولا ما عارف والو، ادخل الدور تطلب الناس وانت ما عارفش اصلا هاد الدومين كي داير وماشي يعرفوكش اصلا، وكتخلص كتخسر فلوس حيت لك الاغنيه اللي خديتها كتخسر في 15 مليون غير كلام واللحن. نعم يعني فلوس صحيحه كتحط ماشي زعما جوج ريالات صح. صرينا الديسك عندنا السي دي، اش خاصنا نديرو؟ خاصنا نديرو كليب. شحال خاصو؟ 15 مليون. ويلي من غنجيبو هذو 15 مليون؟ عاوتاني تخدم عام جماعه تجمع 15 مليون وانت جمعتيهم، يلا صورنا كليب، اش خاصنا ندير؟ خاصنا نروحوا خاصنا نروحوا في التيفي، خاصك دير له اشهار. كان التيفي كياخذوا واحد 5 مليون في الشهر باش هذيك الساعات مازال ما كاينش مواقع التواصل الاجتماعي، ما كاين يوتيوب، ما كاين والو. كاين يوتيوب ولكن ما كانش الناس كتعرفوا بزاف، كان عندك خاصك دير روتانا مزيكا عربيكا داك الليشان المعروفين، وكتمشي تعيط لشي واحد تقول له خاصنا ندير كيقول لك مرحبا 5 مليون ندوز لك اياها 8 مرات في الشهر. 5 مليون وانت اصلا اوريدي مخلص 30 مليون. نعم. و5 مليون غير محطه واحده، وللراديو خاصك تخلصهم عاود ثاني للراديو كتخلصهم باش كياخذوا 3000 دولار كيدوزوا لك 12 مره في النهار، وصرتو عندنا في لبنان كيقول لك الى شهرتي في لبنان تمشي للعالم العربي، حيت كانت بيروت ومصر هم اللي كيطلقوا الفنان. نعم صناعه الفنانين ديك الوقت. والمشكل انك كدير الاغنيه بال2015 كتلوحها بال2019 حيت ما كاينش الانتاج، ما كنعرفش الناس. نعم. حيت هذا ماشي الدومين ديالنا، ماشي انا بابا في العسكر في الجيش، وتا واحد ما عنده علاقه مع ديك غير انا بمجهودي بوحدي والله. فخبرك مره كنت كنمشي على رجولي واحد 3 سوايع باش نوصل للحفله باش نغنيها فافور والله العظيم. دونك داك الشيء علاش قلتي يعني البدايات بديتهم انا تكرفصت بزاف في البدايات. تكرفص كنت كناخذ معايا واحد الفاليزه حيت اصلا ما كانش التاكسي بزاف. نعم. وما كانش اصلا طوموبيلات بزاف حال دابا، يقدر يكون حتى الفلوس ما كاينينش. لا الفلوس كانت شويه، ما كانش الحسقه الصراحه، يعني انا جامع واحد 15 مليون. الله يرضي عليك. انت ما بقاش مغربي انت. صافي هضر لي اخويا باللبنانيه. عرفت كيف؟ فالمشروع صعب، بكلف مصاري كثير، والمشكل فيه انه بتجمع مصاري بدل ناقصك. نعم. وبدك تروح بالاول عند الكوفر ديال المشاهير. اصلا كتحس ان حدا ضرب واحد 20 درهم، كتمشي عنده كتحس ب 700 درهم. عنده واحد السيزو ديال الذهب باش تبان من المشاهير، باش تصور عنده وداك الشيء. ما كانش اصلا غير تدخل عنده. انا كتحس بديك اللذه ديالها، وانا كنحسن في البسكه حسن فيها وائل كفوري. يلا انا دابا نجم. يلا شنو بيني وبين اشنو زعما الفرق بيني وبينه؟ راه كنحسن انا ويا نص البلاصه. اخبارك احسن حاجه كتفكر بحال هكا، يعني كتقول انا ما كانش فرق، كلنا خاصنا نخدم على راسنا باش نوصلوا صح. وانا الواعره هي انك بوحدك، ماشي عندك شي واحد مثلا صحابك قال لك اجي انا كنعرف داك البروديوسر انا كنعرف هذا. لا صحابك في البدايه ديالك ما وقفوش معاك حيت هما ماشي الدومين ديالهم. ماشي مشكل، قدر احيانا كيكونوا الاصدقاء وسميتو ماشي في الدومين، ولكن كيعاونوك ماديا، كيعاونوك ملي كنقول كليب كيوقفوا معاك، يقدروا حتى هما كيديروا دي مانكان راسهم دي مانكان ويمثلوا معاك. اوكي ولكن ما اي واحد كيديرها، حيت كان ديك الوقيته كان كلشي بغى يبان. دابا كان عندك كلشي ريزورس سوسيو كيبانوا غير بالتيك توك ديالهم، قبل ما كان في هذا الشيء. نعم. يعني هلا انت لا تطلع معي كنت بكليب، قبل كنت تنبسط تتحمس، علاش نطلع في كليب وندير انا كليب الراس، يعني نهبطه في تيك توك دابا نهبطه في انستغرام
نعم في يوتيوب عادي ما نقدر نديرها. قبل ما كان في هودي البوسيبيليتي، قبل ما كانوا موجودين كلهم، بس ما حدا واقف حدي صراحة غير امي وبيي تنكون صريح يعني. ما حدا له فضل ولا فشخة انا عملتها من كل الناس يعني صراحة. الله يخلي لك والديك. امين الله يخلي اللي عندك. دوزتي سنوات وقررتي انك تجي المغرب. طبعا. شنو اللي خلاك انك تختار المغرب وتجي تستقر في المغرب وتجي؟ شوف بالاول انا جيت على المغرب كان خيي جا مستر اكاديمي. نعم. وصرنا نشوف على الاميسيون انه انا كنت بدبي، كنت بشتغل بدبي. فعشان اشوف انه مغرب ما كنا كتير بنعرف المغرب صراحه يعني. انا بدبي كنت اعرف ناس من المغرب بس ما كنت اعرف مثلا ثقافتهم كيف. كنت بعرف انه في شيء اسمه كسكسو. نعم. بيعملوه نهار الجمعه بفوروه وبيعزمونا ناكل. انا بحبه، بحب هذيك التفايه ديالو كتير طيبه. كسكسو سبع خضاري ولا لا؟ لا سبع خضاري مع اللحم بكل شيء، كيديروا فيه الفول وكل شيء كل شيء. ودبي كيسرعوه حيت كيديروا شي حاجه زعما نسالهم. نعم. انه احنا بعاد مسافرين كيديروا شي حاجه فري. نعم. وانا عجبني الكسكسو صراحه. وواحد شويه رجعت للبنان قلت له ولد عمي نمشي للمغرب ندير واحد. قال لي نمشي. واحنا جينا وصلت هنا يا غير قدموني بواحد المحل وانا غنيت والناس الفيسبوك كان يعني. دخلوا عند الناس ونقدر صفط النمره ديالك. انا ما حافظهاش حيت انا يلا شاريها بخي ما عرفتش شنو هي النمره. والتروازيام جور انا دوزت في المغرب خدمت واحد السالير مزيان يعني جيتي غير سياحة. صدفة غنيتي صوروك صيفط لنا النمرة ديالك صافي اجي تخدم. اجي مشيت خدمت بمراكش. أول مرة خدمت في المغرب خدمت بمراكش. واحد شوية عيطت لنا واحدة من السفارة اللبنانية قال خاصك تقض الفيزا حيت أنت عندك فيزا رجل أعمال وأنت خدام بدومين ديال الغناء وداك الشيء، خاصنا نعدلوها باش ما يطرش مشاكل. نعم. وقلت لك تكرفيس حتى هذيك فيها تكرفيس. رجعت لبنان باش نشوفها باش تعدل الفيزا ما بقاتش باغا تشوفنا. صافي درت لنا ديك القالب الزوين ديك هي سير لبنان صح. ديال السكر وشكرا. انا مقيم في دبي، مشيت لدبي ودفعت واحد الفيزا نورمال، عطوني واحد الفيزا مشيت درت اقامه هنا وصافي وبديت الخدمه وانا جالس اخويا. مزيان اسيدي مرحبا والف مرحبا. نتمنوا ان شاء الله تصايب الفيزا في اقرب. لا انا عندي اقامه الحمد لله صافي دابا. هذه مش حاله، هذه كنت لكم 9 سنين في الاول في البدايه تسولتيني. نعم. لا دابا الامور بخير وعلى خير الحمد لله. ايوا صافي مرحبا بك. نجيو ناكلوا عندك كسكسو ان شاء الله. مرحبا زين كل شيء ديالك. من غيرك كتعرف طيب؟ وبيان سور كنصرع لك الطاجن اللحم بالبرقوق كنصرعه، ديك الدجاج بالزيتون والحامض كنديرو. رفيسه ما كنعرفش ليها ماشي مشكل. انا كناكلوها برا كنجيب لك كذاب ولا الوالده كنجيب لك المسمن كنشرحه وكنخلط لك اياه مع السوي الدجاج وصافي كذابه كنديرها كذابه صافي. رفيسه خليها تخصص ديال الوالده. شي نهار نعرض عليك تمشي تاكل عند الوالده. الله يرحم والديك. دابا مزيان صافي. الحوايج الاخرين نخليهم لك. اما كلشي ماكله لبنانيه شرقيه ديال الشينوا كنديرها. داك السوشي وداك الشيء. لا سوشي لا، هذيك ديال الووك بحال زعما بولي اوري زعما رز مع دجاج بالخضار وداك الشيء. ايوا سيدي ما عندي ما نسالك. واخا اغاني ديالك بين الاغاني اللي عندك كاينه فصل هذه جديده. هذه الاغنيه الاخيره ديالك. اغنيه اللي صراحه اللي لقات اقبال كبير ولقات وصلت لواحد العدد كبير ديال المشاهدات على اليوتيوب الحمد لله. تصورت هنا في المغرب. تصورت في اسبانيا. في اسبانيا. علاش زعما في اسبانيا؟ حيت لما درتها كنت في اسبانيا. هكذاك. وكنت عندي شي بروجي خاصني نديرو في اسبانيا، ما قدرتش نخرج من اسبانيا حيت خاصني نكمل شي حاجه. وقلت يلا نصور هنايا انا باش ما نضيعش الوقت، حيت كان عندي ايفنت كبير في مربيه وكان خاصني نطلع الاغنيه قبل ما ندير الايفنت. نعم. الاغنيه شكون الفريق العمل اللي تعامل معك فيها؟ كتبتها واحد الشاعره سوريه سميتها صفاء رزوق. لحنها كمان واحد الملحن صديق سوري سميتو سهيل. نعم. ووزعها ريان حتى كمان سوري سميتو ريان اغا هو اللي وزعها. وصورها واحد المخرج برازيلي. نعم. دونك كيبان انه كاين فريق عمل على عكس مجموعه من الفنانين اللي كتلقاه هو اللي كيدير الكتابه هو اللي كيدير التلحين هو اللي تيدير الغناء يعني كيدير كل شيء. انت واش كتامن ان كل واحد خاص يكون عنده تخصص ديالو، كل واحد خاصو يدير خدمته، انا كفنان ادي ولا لا انا كفنان انا اللي نكتب وانا اللي نغني وانا اللي نلحن وندير كل شيء انا الراس؟ كاين شي اغاني انا ملحنهم ولكن الا درت شي حاجه زوينه خاصك تطلقها. ماشي مشكل حتى انت فنان وكتلحن وكتكتب. نعم. اذا درت شي حاجه في المستوى اطلقها، ولكن نورمالمون خاصك تعطي الخباز للخبز لو اكل نصه
نحن في مثل بيقول اعطيه الخبز الفران لو اكل نصه وخك لانص حيت ما خديش تحرق غيدير لك خبز غتاكل ماشي دير شي حاجه محروقه او فهمتي يعني كل واحد الا خدا التخصص ديالو غادي يكون افضل وغادي يكون عمل لمتكامل طبعا اما اذا عندك شي عملته حلو لقيته بالمستوى علاش لا واخا الاغنيه ديال فصل القصه ديالها علاش كتهضر كتهضر على واحد شاف وحده زوينه وصافي هو تخربق خلى صاحبه ومشاو خلى جالس في قهوه بوحدو لا هو هي شفت زعما شافها كتشوف فيه شفرت له عينيه زعما صافي كل شيء نظرت في عينيه صافي مشى معها نعم اعصابه تشلات وهي الاعصاب ديالها بحال الحديد زعما ما مسوقاش لي نعم قمر زعما بحال القمر بحال القمر والحاله غير البشر زعما زوينه ماشي بحال شي ملاك ماشي بحال شي بشر نعم حبه بقلبي حفر الحب ديالها حفر في القلب ديالي اسمها بالوريد زعما اسمها ولا محفور في الوريد ديالي هذا شي حاجه ديال الحب بزاف ماشي بزاف فات بزاف اللي شتي واخا غادي نسمعوا كاملين جورج شهيد اغنيه فصل على شدايا فيهم برنامجكم نايضه هذا الصيف خليكم معنا مازال احنا معكم شفت طلعت فيا دغري سرقت عيناي قلبي عكس الجاذبية من وقتها بيمشي نبضه عم يعلى ويزيد حب عم يهدو صماري طلعت أموره من الإيد مش حاسس بشي شفتها طلعت فيي دغري سرقت عيني قلبي عكس الجاذبية من وقتها بيمشي نبضه عم يعلى ويزيد حب عم يهدو صماري طلعت أموره من مش حاسس بشي فصل قلبي فصل عقلي ما عاد اشتغل اعصابي صابة شلال واعصابة حديد قمر طلت قمر والحلا غير البشر حبة بقلبي حفر اسمها بالواري فصل قلبي فصل عقلي ما عاد اشتغل اعصابي صابة شلال تمشي والمشي دلع نفس بصدر انقطع كل اللي ببقى عالسمع بس هي تحكي عيونها تحكيني غزل شفافها بتنقط عسل بالحلا مضرب مثل وعالقلب ملكي تمشي والمشي دلع نفس بصدر انقطع كل اللي ببقى عالسمع بس هي تحكي عيونها تحكيني غزل شفافها بتنقط عسل بالحلا مضرب مثل وعالقلب ملكي فصل قلبي فصل عقلي ما عاد اشتغل اعصابي صعبة شلال واعصابة حديد قمر طلت قمر والحلا غير البشر حبة بقلبي حفر اسمها بالواري فصل قلبي فصل عقلي ما عاد اشتغل اعصابي صعبة شلال واعصابة حديد قمر طلت قمر والحلا غير البشر حبة بقلبي حفر اسمها بالواري فصل قلبي فصل عقلي ما عاد اشتغل قمر طلت قمر والحلا غير البشر حب بقلبي حفر اسمها بالواري مازالين مستمتعين معكم وناشطين اننا كنتواصلوا معكم ومستمتعين ايضا بالضيف ديالنا جورج اللي هو اصلا ماشي ضيف يعني اصلا ولد الدار واصلا واحد من منا
حبيبي الله ينورك. اتصلوا بنا بعض المستمعين، حتى نتوما تقدروا تتصلوا بنا على الارقام ديالكم، الارقام ديالنا 0522 36 0535. اتصلوا بنا بعض المستمعين من الجاليه المقيمه بالخارج ونشوف تسمع شنو بغا يقولوا لك. مرحبا. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. كلشي بخير؟ لا بس الحمد لله. الحمد لله. شكون معنا؟ فكرنا بعدا في السميه ومنين كتصل بينا. انا محمد من ولايه فيرجينيا، شمال فيرجينيا. مرحبا بسيدي محمد ومرحبا بالناس ديال فيرجينيا. الله هاك سيدي جورج كيسمع لك. مرحبا محمد. مرحبا بك اخويا، راك كتهضر الدارجه احسن مني. اش خاصك تجي للمغرب باش ترجع تولفها؟ والله عشان وراه علاش انا شاد تليفون وكنعيط، راه حيت توحشت المغرب. دابا راه غير عام هادي ما دخلتش. ادخل اسيم ادخل نشوفك. والله ان شاء الله لا جيت نقلب عليك. مرحبا مرحبا اخويا، ما تقلبش علي، انا غنو نستناك في المطار غير اجي. واخا واخا. يلا انت شكون بحالك؟ ماشي طاجين ديال اللحم والبرقوق. ما كرهناش. اشنو اللي خلاك هذا العام ان شاء الله هذا العام ما دخلتيش للمغرب؟ اخويا الخدمه عاد بديت فيها وخديت فيها بروموسيون، وخاصني راك عارف ملي كتدخل شي خدمه جديده كيخصك تبروفي راسك. الله يعطيك الصحه. نطاق هذا الحمد لله راه غادا الامور، خدينا على بروموسيون وحنا غاديين امور مضبوطه. اي والله يسهل عليك. حيت الثاني اللي زرعه والبيطاره وسيت فوزي القجاع راه كان البروموسيون اللي من مورا، يعني انا بان ديال بروموسيون هو لا بان ثوازيام بروموسيون فهاد ومن هاد من مورا هذا كان كنوجه ليه التحيه سي فوزي ديال القجاع. تحيه ليه. تحيه للمنتخب المغربي الاولمبي بالخصوص والمنتخب المغربي نعم زعما حمروا النجاح مزيان وتبعناهم كل المشاعر ديالنا والتحاليل ديالنا وزعما رافعين الرايه الحمد لله. الحمد لله. حنا من هنا كنحاولوا نكونوا سفراء المغرب وهم راهم سفراء تاعنا. كنتي كتسول السي مراد شنو هي البلاد اللي يقدر يتجه لها السائح؟ وراه هي المغرب. هي المغرب. في اي حاجه بغيتيها غادي تلقاها. يا حيت البلد المغرب دابا الحمد لله يقدر يتجه من بلد فلاحي لبلد سياحي. نعم نعم. حيت هو الشتا الا ما صباتش نجيبو السواح، حيت عندنا 3500 كيلومتر ديال البحر، الشاطئ ديال البحر راه نقدروا كل هذاك الشاطئ هذا كل هذيك لاكوت تولي تولي وجهه سياحيه. واخا سيدي احمد سمعتي الى رجعنا سمعتي الاغنيه ديال جورج شهيد كي جاتك؟ لا الاغنيه في الروعه وانا غادي نحاول دابا نمشي. اي 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 هو قال غادي نحاول نمشي، دونك غادي يحاول يمشي يتفرج فيها في اليوتيوب. شهيد طريق طويل هذاك الشيء. غادي يجبد سميتو اليوتيوب ويتفرج فيها. ما قال انه العمل زوين، عمل يعني اللي قال لك الروعه بما كان. واخا تحيه لسيمو، تحيه للجاليه المغربيه في العالم كامل. الله يعطيك الصحه. قلنا هذا العمل الاخير ديالك اللي كيف ما قلنا انه كان فيه عمل كبير وكان فيه مجهود كبير وكانت فيه حتى ايكيب كبيره، يعني ماشي ايكيب اللي صغيره اللي زعما غير الهدف هو اننا نخرجوا شي حاجه. صح. واش انت شهيد من الفنان اللي كيبغي غير انه يبقى متواجد في الساحه، يعني نقدر انا مورا كل شهر ولا شهرين نخرج اغنيه ماشي مشكل كيف دايره، ولا لا نقدر نغبر ولكن نخرج اغنيه اللي كتستاهل اللي ملي غادي نديرها غادي تبقى خدامه عليا واحد 6 شهور ولا عاد باش تخرجها ثاني. اكيد اذا ما اخذت وقتك بالشيء بيطلع مش كثير حلو بالاجمال، بس انه في قصص بتجي بالحظ، بتعملها باسبوع بتنزلها بتجيب لك بوز، بتعمل تشتغل من وراها. في اغنيه بتشتغلها سنه نعم ما بتعمل شيء صراحه،
هي حسب 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 الناس اذا حبوا هذا العمل ولا ما حبوا. من هي انت عم تعمل شيء عم تجازف فيه، لانه مش مشكله الناس رح تحب الشيء اللي انت حابه. سو مش انا كنت عم نقي اغاني انا مش حاببها. نعم. الناس تحبها لانه بسال حلوه ايه حلوه. مثلا انا بحس انه في اغاني احلى، بس لانه يمكن انا النمط تبعولي الذوق تبعولي غير. سو بدك تلحق نمط العالم شو بتحب. مش انا كنا بس نعمل غنية بنسمعها للناس بس نشوفها قبل ما نشتريها. الناس بتقول لك هيدي حلوه، كذا حدا بيجمع انه هيدي حلوه، خلص بتاخذ راي الناس بالاجمال. هاك يعني حتى في الاختيار ديال الاغاني ديالك طبعا حتى كتسول صح الاصدقاء ديالك والناس المقربين ديالك عاد باش عاد كتقول هذه الاغنيه عن نغنيها صح. لانه مراد انت عندك ستيل معين. يعني انت بتحب تلبس بولو، انا بحب البس قميص. نعم. يعني انت بتشوف القميص منه حلوه، بس اذا بتشوف بولو بتقول واو حلوه. فمشانك انت بتبعد عن الموضوع، تقعد برا وبتخلي الناس تسمع شو الحلو. فالناس كلها بتجمع على هيدي احلى وحده فيهم. فلما تكون عم تسمع 20 25 راي نفس الشيء، يعني هيدي احلى وحده فيهم. تقدر تغني انت اغنيه اللي مثلا عجبات المحيط ديالك ولكن انت ما عجباتكش؟ لا، ما هو انا كله بيكون عجبني، بس انا بدي اشوف الايه الناس اكثر شيء حبتها. هاك يعني حتى كتلقى الاغنيه اللي عجباتك انت هي فيهم. انا عم نقيهم، بس انا عم نقي خمسه، عم يبعثوا لي خمسه ديمو. الخمسه هودي انا عزلتهم من بين 20 ديمو انا سامعه. نعم. او بين 30 ديمو انت سامعه. سيدا الخمسه انت نقيتهم اوريدي وقلت لهم الناس هودي احسن شيء اسمعوا لي هي احلى وحده. نعم. فصرت عم تنقي شيء قريب للدينه حتى الانسان يحفظ بسرعه. مثلا فصل لما سمعت الاصحاب صار كل شوي يدق لي واحد يقول لي فصل قلبي فصل تارارارارا، مش عارف الكلام يعني بسرعه تارارارارا يكملها غير باللحن. نعم. عرفت كيف؟ فانا تحمست للفكره لانه كنت اوريدي مقرر عليها وصرت تحمست اكثر للغنيه. هكذاك واخا من غير فصل اغاني وحدين اخرين اللي بداتي فيهم وغنيتيهم، الى قلنا لك شي وحده من الاغاني اللي محببه لك انت من غير فصل. عندي غنيتين حلوين بحبهم كثير انا. في وحده انا ملحنها، في عندي وحده نيالك شو قاسي قلبك علمني اسمها، وفي عندي غنيه اسمها خايف ضيعك. وبحب بالمغرب زهواني لانه اول غنيه مغربيه سمعتها واعره. ما عملت مجهود على مرسي، ما عملت مجهود على فكره لانه صراحه غنيتها والناس اللي عم سجل عندهم قالوا لي انت مش لبناني، انت مغربي. اوكي اكيد الاكسون بيني انه انا مش مغربي 100%، بس انه حتى تغني كلام وتطلع الميزان والجو تبع الموسيقى انت عارف. لانه كل بلد عنده سقف موسيقيه. يعني في نوعيه اللحن بيكون نفس المقام، بس نوعيه المغنى الهانك تبعه له بيختلف. نعم. فحتى تصيب الهانك المغربيه وتعمل عرب شوي مغربيه يعني هذا الشيء. وانتبه بلا مجهود والله. يعني انا حفظت الغنيه، سمعتها 4 ايام فتنا على استوديو سجلناها، وانتبه بالتسجيل 15 دقيقه تقريبا خلصتها. ما كنت مصدق انه خلصت وقتها. قال لي بدر بخلوك، قال لي خلص سلينا. قلت له وش منيتك؟ قال لي والله سلينا صافي. الغناء باللهجه المغربيه صعب؟ نو انا كنت لك الدارجه ديال الزنقه. لا هو الدارجه يعني الكلام بالدارجه حاجه، ولكن الغنى حاجه واحده اخرى. حيت كاينين بزاف ديال الفنانين اللي غنوا ولكن ما كانوش موفقين في الاغنيه بالدارجه. على حسب، حيت عندك الايقاع صعيب، سي سويت صعيب. نعم. وعندك الكاتر بعدها صعيب، زعما ما كاينش، حيت كيجي بالدم ديال لما تصحى تعيش الحياه كتسمع داك الشيء كيربا في الدم ديالك. وي الور كتكون شي واحد شرقي جا بغي يغني سي سويت مغربي، حيت كيدخل على هادي ماشي الدم، كيدخل على الطق وخاصك تكون فيها نيشان. كاين فنانين كيتخربقوا في داك الايقاع، حيت الايقاع صعيب الصراحه. نعم. على عكسك انت كيف ما قلنا كاينين فنانين اللي ما كيتوفقوش فيه. انا مره كنتخربق فيه، مره كطيح الميزان. صعيب لانه صعيب، وانت اصلا ماشي الكولتور ديالك، ما مولفش تغني بزاف. ولكن فنان وفنان اللي دوزتي واحد المده طويله في المغرب، يعني وليتي عارف طبعاً. الايقاع المغربي. خلاص يعني ما بقاش عندك. اول حاجه تهنيتي من اللهجه المغربيه يعني ضبطتيها. دونك حتى الايقاع المغربي غيكون في الاول مشكل، ولكن راه لا بيمشي الحال. اكيد لانه يعني بالنهايه انت فنان، يعني بيمشي الحال. اوكي بتغلط مره، بتكون مشطون من الناس، حدا عم يحكيك مش مركز، لانه بالاجمال الايقاع تبعولنا الشرقي يعني حتى لو مش مركز بتفوت، لانه احساسك اوريدي حافظ التيمبو تبع الريدم. نعم. عايش جواتك من زمان. نعم. ولما تكون بلش جديد اكيد بتخربط فيه بالاول، بس بعدين بصير اتس اباوت فيلينجز، بتصير تلحق المشاعر تبعولك لانه هي التيمبو هي دقات القلب. صح. اذا انت عارف دقات القلب هي الايقاع. نعم. الايقاع كله ماخوذ بالاجمال من دقات قلب الانسان.
واخ الاغنيه سميتها زهواني. اه واش انا ماشي زهواني صراحه. لا سبقتيها ليا زعما. واش جورج زهواني؟ بيان سور بزاف ولا شويه. والناس كامله زهواني كلشي بهز هو صاحبي. واش لا لا تشري للرجال تشري لهم صداع. واحد ما بغاش حد يجلس في الدار مقبل ما الحيط كلشي بغى يزها يخرج ينشط هذا هو الزهو ديالو زعما. ماشي لا زهواني في الدريات. لا الحمد لله لا ما بقيناش تزوجنا اخويا ولدنا والحمد لله مزيان. غير كنكذب عليك. واخا سيدي نتمنى واش تكون كتسمع الساعه. واخا الاغنيه ديال زهواني شكون فريق العمل اللي تعامل معك فيها؟ واحد الفنانه ظريفه بزاف الله يعمرها دار نوجه لها واحد التحيه سميره بالحاج ظريفه بيان سور كتعرف. نعم. هي دارت الكلام واللحن الصراحه ووزعها بدر مخلوقي موجه له تحيه. والاخراج كان عبد الصمد شرف. نعم. كان اكيب كبير الصراحه. تحيه للا سوفيا الحريشي هي كانت تحيه لها الصراحه. هذيك الانسانه اخت غاليه بزاف من لما دخلت المغرب وانا تعرفت عليها رجوله صراحه. ما تخلينيش باي موقف اي حاجه كتشوف فيها تدخل فيها تلاح معك. كتلاح للموت زعما. انا غادي للصين كنتيش معايا للصين والله العظيم كتخلي كل شيء و أيوة والله عندنا واحد العلاقه زوينه حتى مع دارهم زعما ماها وباباها. انا كنمشي عند الدار بحال داري زعما. نعم. الحمد لله الله يعطيها الصحه والله يخلي المحبه دائما كيف ما تنقولوا. واخا الاغنيه ديال زهواني هي اول اغنيه ديالك بالدارجه. علاش بالضروره اخترتي زهواني؟ واش كانوا اختيارات اخرى بالدارجه وعاد اختارتي زهواني ولا هي اللي كانت هي الساقه بيني وبين سميره؟ قالت لي راح نعمل لك شيء حلو. قلت لها اعمل لي خلص على ذوقك. سمعتها حلوه صراحه وانا ما عارف اصلا معانيها بانه اوريدي كنت اعرف مغرب منيح. قلت لها حلوه شوفها حلوه كثير. حتى الكونسبت تبع الكليب جبت مع يوسف اوزلال كان وقت عامل فاطمه الطويل. تحيه ليوسف اكيد. عملنا شيء حلو مهضوم يعني عرفت كيف. الناس صارت تشوفني بالطريقه تقول لي زهواني والله عظيم. وكان الناس كتقول لي ماشي حشومه كتجيب معك واحد دري الفيديو كليب وعطى الله الدريات الزوينات مالك صاحبي تقادوا الدريات. هم ما عرفوش ان احنا دارين كونسيبت هكذا. كان هو داير انه هو وحده بايره كتحلم حلمات بواحد واحد الانسان كيشبه جورج. نعم. وكيبدا شدتني بالمنونط باش ما نهربش ليها حيت عرفتني انا ما بغيتهاش. نعم. شدتني بالمنونط وانا هربت ليها. والكليب داير واحد الفكره زوينه الصراحه الكليب. نعم. صراحه الكليب عجب الناس بزاف وجاني واحد الكومنتار زوين عليه وعجبني الحال. كنت باغي ندير اغنيه ثانيه كنوجد ليها وجات كورونا. الكليب اللي زوين فيه هو انك تحس ان راه كاينه قصه يعني ماشي اغنيه خرجناها غير هكاك. يعني كاينه واحد ليستوار اللي تحطات على هذيك اللي تحطات عليها الاغنيه. واخا نسمعوا زهواني. يلا سيدي نسمعوا جورج شهيد بالدارجه المغربيه زهواني. علاش هذا فيهم برنامجكم النايضه هذا الصيف. خليكم معنا ما تمشيو فين. حب عندي بالجناح الفراق عندي بالجناح هكذا داير انا ما بغيتش نعيش شحال كاع انا غادي نعيش الغرام ما على باليش يقولوا نافي خريش قلبه قاسح انانياتي هادي انا دير فيها ما بغيت نقول لك بالامان I'm gonna be
ننسى جاني الوسواس بالصح انت يا قلبك حساس وكلامك يا عمري يا عمري يا عمري دوخ للراس حياتي ما كان اندر فيها مبغيات كلك بالأمانة راني حبيت نسهر معاك انتيا انتي يا حياتي انتيا نسهر معاك انتيا صراحة دايز الحوار معك سلس حبيبي. أنا جالس مع أخويا في الدار الحمد لله. أحيانا كيكونوا بعض الضيوف اللي كيكونوا عندك الحوار ما كيكون ثقيل يعني كتولي كتفكر ليها بزاف شنو خصني نسول. على عكس مثلا الحوار معك ما كتحسش ان احنا في لا راديو جالسين ونفكر لها هذا. حتى انت ما شاء الله مقبول الله ينورك عندك كاريزما حلوه الله ينورك حبيبي. جورج عارف مؤخرا كان عندك حفل في مدينه اسفي. يا سلام اي لاف اسفي. اول مره كتمشي لاسفي؟ اول مره كنمشي لاسفي والله الصراحه حبيتها بزاف. كي داز الحفل الاجواء ديال الحفل؟ الحفل داز واعر الناس واعرين زوينين ظريفين كل شيء غادي بالنيه واحد المحبه سبحان الله عفويه ما كيعرفوكش ممكن يتلحوا عليك واستاذ وعفاك صوره واحد الضحكه زوينه وكيحشم ممكن كيعرفوك انت ما فراسش ان مره كيعرفوك ولكن واحد كيطلبوا بواحد الحشمه فهمتيني باقي ديك الحشمه هذاك الشيء كيعجبني انا ما الناس ما ضاصرينش ضريفين كل شيء يعرض عليك مرحبا بك في الدار عندنا لا خليك في اسي ما تمشيش اليوم خاصنا نعرضوا عليك الغداء والناس كتحلف والله ما تمشيش الا ما تتغدى عنه وكتبقى زعما حشمان نعم. وفرحان بنفس الوقت او داك الشيء داز مزيان ما شاء الله التنظيم كان زوين الناس كانت زوينه سبحان الله كان عندي واحد 35000 انا وقيله في الحفل ديالي 35000 ديال الجمهور اول مره في حياتي كنغني قدام واحد الكميه ديال البشر هائله بحال هكا. ايوا سيدي الله يعطيك الصحه تحيه لاسفي والناس اسفي. درتي في اسفي؟ درت وكليت الحوت وقصينا الحوت وداك الشيء ولكن كان نهار الحد كان الحوت يلا بايت ناعس كان خاصنا نمشوا 2 3 4 لا حتى الحد كيكون ما داوكش الصويريه بلا ولكن خصهم يدوك الصويريه جماده حتى الصويريه ما كاينش فيها الحوت ولكن المشكل احنا كان الوقت ديالنا ضيق حيت مشينا وصلنا وكان خاصنا نطلعوا مع ديك 10 ونص على بال ما درنا بروفا وداك الشيء ما كانش الوقت بزاف باش ندوروا غير خدنا اي حاجه ولكن تجي شويه ديال الفخار لا تاخذ سوفونير ديال اسف غنرجع جمادة ان شاء الله غادي ترجع وتجيب معها شي رموك ديال الفخار طلت فينا باسفي جنادة تحية لجنادة تحية لها وتحية لها حتى على التنسيق ديال ديال ديال, ديال الحلقة وسميتو واخا من غير اسفي سهرات اللي كنتي فيهم اللي لعبتي فيهم وبقاو راسخين لك في الذاكرة ديالك وفي دماغك هون بالمغرب هنا بالمغرب وحتى خارج المغرب عملت ايفنت باسبانيا انا ومل حمزان كان حلو صراحة كتير كتشوف كل شيء بتعمله بتنجح فيه بيبقى ذكرى حلوة عندك والفشل بيبقى ذكرى أكتر من النجاح لأن الفشل بيوجع صح. النجاح بيفرح أكيد دزنا بكتير فشل حتى وصلنا لشوية النجاح عرفت كيف نعم. أنا إنسان ما بحب كتير أمدح بحالي الحمد لله هلأ صرنا عم نعمل شيء حلو صرنا عم نعمل شيء بنضج صرنا عم نفكر أكتر حتى تزوق الموسيقى صرنا عملنا اغاني احلى فيها رقي اكثر نعم لانه الناس زهقت من الضجه والصداع ديال الراس بتعمل شيء فيه شويه اقاع بس يعني الناس تنبسط لما تسمعه ذكريات حلوه ذكريات كانت حلوه بدبي كان عندي ذكريات كثير حلوه بحفلات عملتها بمهرجانات بلبنان كان عندي ذكريات حلوه بتونس كان عندي ذكريات حلوه بمصر كان عندي ذكريات حلوه بس الذكريات الاكثريه اللي بحبها هي كانت هون بالمغرب لانه عشت كثير هون يعني اشتغلت كثير بهذا البلد نعم واكيد بشمال الناس كثير طيبين طنجه الفضيدك دوزنا واحد الحفلات حلوه هنيك كازابلانكا مراكش نعم. المغرب كله حلو صراحه دونك يعني كنقولوا انك لقيتي راحتك في المغرب طبعا لقيتي راحتك المغرب لانه الناس بتحضنك يعني سبحان الله بتلاقي حالك في حب من الناس يعني بتنبسط
نعم عن جد والله انا بس الناس تشوف هالمحبه بفرح يعني، حتى بحس حالي ببلدي والله يعني. نعم. وقت بقولهم عن جد المغرب انا اهتم فيه اكثر ما اهتموا فيه ببلدي صراحه والله العظيم. سيدي مرحبا بك حبيبي. الله يخليك. مرحبا بك. واخا غادي نرجعوا من دابا شويه جورج وغادي نعطيك واحد المهله ديال التفكير. الا قلنا لك فنان ولا فنانه اللي تفكر انه جات الفرصه مثلا، كان اختيار ديال بزاف ديال الفنانين ان دير معاهم ديو، شكون اللي غادي تكون اللي غادي تسبقه هو الاول؟ غنقولوا مثلا كاينين بزاف وهذا هو اللي غادي نقدر نسبق انني ندير مع ديو. واخا من دابا شويه غادي نرجعوا نكملوا معكم ونزيدوا نستقبلوا بزاف ديال الحويجات مع جورج، وغادي نبغوا نسمعوا تغني لنا جورج ولا غادي لا صوتي حارق اليوم. واخا محروق الصوت مغني. واخا سيدي، الا كان عندك اختيار ديال، كان عندك مجموعه من الفنانه مغاربه اللي عندك الامكانيه ديال انك دير معاهم ديو، وانت اختاريتي واحد، يعني واحد اللي كتقول انا هذا هو الاول اللي نقدر نختار انني ندير معاه ديو، نظرا لانه الستيل ديالو تيعجبني، طريقه الغناء ديالو تتعجبني. شكون هو الفنان اللي شوف صراحه دنيا بطمه صوتها زوين بزاف. دنيا بطمه واو، عنده واحد الصوت كيغني كل شيء ما شاء الله. نعم. كل شيء لبناني مصري خليجي مغربي كل شيء ما شاء الله. انا بتمنى انه اعمل ديو مع دنيا. تحيه لدنيا بطمه وان شاء الله ان شاء الله نشوفها في قريب العاجل. الله امين اللهم. وفي كمان وحده حلوه كثير عندكم بالمغرب اسمها فاتي جمالي. فاتي جمالي انت غير تشوف الزين وصافي صافي بلا ما تغني. انا نغني وياها غير تشوف فيا وانا نغني. انت بقيت ساكته انا نغني. لا صوتها زوين صراحه. شوف عنده واحد المساحه ديال الصوت كنت بدك شي على قدها. برافو. لا عندها اغاني زوينه. واحد الاغنيه ما عقلتش على السميه ديالها، انا نجبدها دابا شويه تعجبني ديال فاتي بس جمالي. بس لحظه الفنان هلا صار باكج يعني، هي حلوه كثير وعندها صوت، مش انه حلوه كثير وفيها نشاز نو يعني، حتى صوتيا فيها تغني وعندها جمال، عندها جمال جمال جدا يعني، عرفت كيف؟ فحلو هالالمو يكون عندك حسناء مثل فاتي جمالي وحسن مثل جوري. بصح واش الفنان باش ينجح خاصو يكون شكلا زوين يعني، الا كان شويه الكاميرا بتحب الفنان او الفنان يكونوا حلوين مقبولين على الكاميرا، لانه في فنانين ما شاء الله اصواتهم واعره بزاف وبس ما سبحان الله، لانه هلا صار العصر صوت وصوره مش بس صوت. نعم عرفت كيف يعني، قبل بالاذاعه قبل قديم كانوا يغنوا بالاذاعه، ما كان في اصلا ما يعرفوا شكل المطرب الا بس ينشهر كثير ويروح يعمل كونسرت، كان يعمل كونسرت مرتين مره بالثلاث سنين. نعم الحفله. فهلا صار بيعمل غنية المطرب بشوفوه تقريبا مليون شخص بثلاث اربع ايام. صح اكيد الصوره كثير بتاثر يعني، الصوره الا واخا يكون عندك صوت ملائكي صوت اللي مارش شنو، الا ما كانش الصوره ما غادي، هي ماشي ما غاديش تنجح، ما غاديش توصل لديك داك النجاح. نعم. اللي بيقولوا ما شاء الله صوتها حلو ولكن الله مش عطيها جمال، ولكن مسكينه. واخا دونك قلتي فاتي قلتي دنيا باطمه وقلتي فاتي جمالي، هادو بالنسبه للعنصر النسوي. الا قلنا الرجال ايهاب امير، كنت غني سمعي الرجال. لا بلا طبعا. ايهاب امير. ايهاب امير سفيوي. ايه عارفه من اسفي. إيهاب أمير عنده صوت حلو، حتى ملحن جميل جدا بألحانه، وكمان متواضع وخلوق يعني بشوفك شي محل بيجي بسلم عليك، عرفت كيف؟ نعم. أنا بحب الفنان يكون هيك، لأنه الفنان خاصه يكون متواضع، هذيك العياقة وهذيك الواحد يحس براسه ما يصور منه والو. حنت في آخر المطاف راك يكون يعني الجمهور هو اللي طلعك أنت كفنان. أنت بحاجة لهود الناس على فكرة. صح. يعني أنت بالنسبة للمنطق أنت شغال عند هود الناس. يعني هون الناس اذا ما حضروك ما اجوا دفعوا لك مصاري لحفلتك انت ما بتشتغل. نعم. فلازم الانسان يقدر هذا الجمهور ويحترمه صراحه. يعني انا حيلا حدا بيعمل لي تاج بعمله ريبوست دغري بنفس الدقيقه ما، والناس تنبسط بتقول لك ميرسي وشكرا، هذا واجبي ما صح. انتوا اللي عم تعملوني، انه انتوا عم تساهموا انا بفني، يعني انتوا عم تدعموني، اقل شيء اني يكون انا اعمل واجب معكم، هذا واجبي اصلا، هذا شغلي معكم. حيت كاين بعض الفنانين اللي ملي كيوصل لواحد الوقيته من الشهره ولا كيوصل لواحد النيفو من الشهره تيقول لك ما كاين ما مساليش و شوف ما كاينش فنان ما مساليش، حيت الفنان كيخدم غير ساعه والوقت كامل اش غايدير به؟ كيصنع البتادين اش كيدير؟ انا 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 فنان هيك عاو عليك فنانين، ما عنديش مشكل ياك علي اللي بده ياك، عم بقول لك الصراحه الفنان شو بيسمع غنيه شو بيحفظ غنيه يا اخي، بتاخذ فيها نهارين ثلاثه لتحفظها وباقي الشهر شو بتعمل؟ اوكي مسافر بالطياره عندك ساعتين بالمطار فيك ترد على الناس صح ولا لا؟ نعم. طيب
عم نحكي الصراحة يعني. عندك شي علاش قلتي لي في الأول من يلا بدينا قلتي لنا هاد الدومين ماشي ديال ماشي ديال الصراحة؟ لا لا هاد الدومين إلا بغيتي تنجح فيه خاصك حبيبي وصاحبي والزواق والبوسان والتعناق. حتى حتى غير 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 دومين كمان بدك نفس الشيء بدك تتعامل يعني. إذا ما تعاملت الناس ما بتتقبلك. ولكن راه هو راه كاين فرق ما بين التعامل وما بين أنني نجامل. حنت مثلا نقدر نتعامل مثلا نقول جورج فنان صوته زوين يستحق انه مثلا يدوز في الراديو، ولكن نقدر نجامل واحد ما صوته ما كيستحقش دوزته غير ما تدوزوش لانه حيت اذا دوزتي غيفرشك. نعم عرفتي. ولكن هي المجامله زعما فين كتجي؟ زعما انا ما حملكش كنشوفك شي بلاصه حبيبي ويلا اصلا كنت كندوي عليك بالخيب واللي معك يقول لك يلا كنت كدوي عليك يلا كنت بصح وقت تقول لك هذا هذا هذه هي الحرفه دايره بحال هكا. حيت اذا غتعك اذا غدير داك الشيء للدماغ غتكع مع كل شيء. ما حتى واحد ما كامل مراد. لازم واحد يقتنع بهالفكره، واهم شيء يكون واحد متصالح مع نفسه وما ما يحكي بظهر حدا وحب العالم كله. حبونا مرحبا، ما حبوناش الف مرحبا. داك الشيء اللي كاين، اللي حبنا مرحبا واللي ما حبناش حتى هو مرحبا. مرحبا الف مرحبا. واخا نبغيو نسمعوا شي حاجه من الصوت ديالك شهيد. بيان سور. اشنو تبغي؟ اشنو تقترح علينا؟ انت شو بدك؟ انا جاهز لاي شيء. انا نمشي للموت معك. تموش معايا؟ عنده الزين عنده الحمام دايره في دارو، وانا الحب وانا الغرام جابني تال دارو. وعنده الزين عنده الحمام دايره في دارو، وانا الحب وانا الغرام جابني تال دارو. يا سلام. شكون هو هذا؟ مين؟ شكون هذا اللي عنده الزين؟ جابني تال دارو. كل شيء عنده الزين. واخا شي حاجة لبنانية؟ ايه دوك المواويل طبعا. يا اوف يا لا 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 الشداب البال شداب البال يا عالم محلا شداب البال يا عالم محلا قلب الفن والذوق ما حدا بياخد محلا هيدا مراد الهوى محلا مراد والله احلى الشباب. الله يعطيك الصحة. ما عندي ما نسالك. شو كاينين راه قلتها لك قبيله راه قلت لك كاينين شي وحدين اللي كيوصل لواحد النيفو كيتبدل كيبقاش هو اللي كان. غادي تقول لي غني صوتي اسمح لي دارني صوتي اليوم عرفتي ما نقدرش نغني. على عكس مثلا جورج غني واجد مرحبا مازال قال لي اختار انا يلا كنختار هو غنى اغنيه سهلة الاغنيه الاول. مراد دابا انت كتمشي الراديو كيقول لك واحد غندير معك واحد اللقاء الصحفي تقول له ما واجدش. اصلا انت مقدم برامج خاصك تكون ديما واجد. نعم انا واحد الكوفير كتجي عندي تقول نحسن نقول لك لا اليوم ما نحسنش حيت ماشي لاصبعي. صح انت فنان لازم يكون صوتك على طول موجود حتى اذا ما كان موجود كثير فيك تنزل التونيلي تاعك وتغني بطريقه مهضومه توصل احساسك بطريقه مثلا تعطي 70% نعم انت مش تعب مش متعبان مش مرتاح بس انه لا ما كيفاش يا صاحبي واخا اصلا ما عندكش الصوت تقدر تغني تدير غير دندن مع عماد انتافي. اي والله زوين هادي. واخا عارفين كل فنان قبل ما كيطلع مثلا لا سين ولا غادي يكون عنده واحد الحفل وغادي يغني قدام الجمهور كيكونوا عنده واحد العادات ولا شي حويجات اللي كيكون كيديرهم. انت كجورج كفنان ملي كتبغي تطلع لا سين شنو الحويجات اللي كدير؟ شنو الروتين ديالك اللي كدير؟ كنسمي بالله صافي صافي بسم الله وكتطلع. حيت ما اصلا انت واجد اوريدي نفسيا وجسديا وكل شيء لابس لبسه زوينه موجد راسك غادي تدير كونسير خاصه غير التوفيق من عند الله يعني بسم الله ويلا اتكلنا على الله صافي. حيت هذيك الطقوس انت ما عندك ما تدير اش غدير اليوغا زعما. حيت كاين اللي كيقول لك انا مثلا كانت كونسونطرا يا اما كيسمع الموسيقى يا اما كيجلس في شي بلاصه ما يهضر مع حتى شي واحد 5 دقائق ولا 10 دقائق كيتواصل مع العالم الاخر ضروري كيعزم ما كان والو شوف غير تسمي بالله وصافي وتطلع تشوف ذاك الجمهور الزوين
هو بوحده غيدر لك كل شيء. تشوف شي ناس زوينه اطول مطلوق بوحدك. نعم يعني. ستريس؟ لا في الاول كان ستريس، ولكن شوف قبل اي حفل كان شويه ديال ستريس، حيت مسؤوليه. حتى انا كنخدم شي بلايص ندوس فيها يوميا. نعم. قبل ما نطلع سرسان كنحس بشويه ديال ستريس، حيت الا ما حسيتيش بستريس ما عندكش مسؤوليه. هذيك شويه ديال ستريس هي المسؤوليه اللي فيك باش دير شي حاجه زوينه. نعم. ولكن ستريس لا ما بقاش. واخا في الحفلات ديالك ولا في السهرات اللي كدير، الا قلت لك شي واقعه اللي وقعت لك اللي ما عمرك تنساها، شي حاجه اللي يا اما كانت مضحكه يا اما بنتي فيها انت ديك اللعيبه ديالك تقول طلعت بليد انا يا ولا شي، المهم شي حاجه اللي كيدوز الوقت وكتفكرها. واحد المره غادي عندي واحد الحفله، حفله فيها شي 2000 شخص والناس ناطريني، وانا نورمالمون كنهز معايا فاليزه وكنجيب فيها الحوايج ديال الحفله وكنمشي سبور او شي حاجه باش هذيك الحوايج ما يبقوا بروبر. نعم. وباش تكون الاز اصلا، حيت كتلبس شي حوايج اصلا ماشي ديال المسرح نورمالمون، ما تكون مرتاح فيهم. وانا وصلت والناس كتستناني، وانا جايب واحد عندي واحد الصباط حاشاكم الموديل ديالو زعما قريب الموديل الاخر، وانا هز واحد 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 الفرده من هنا فرده جوج بهم ديال اليمين ماشي زعما واحده ديال اليمين واحده ديال اليسار بجوج اليمين. شوف كون كان واحده يسار واحده يمين دوستهم ما كيبانش بزاف، حيت ما مستيل صراحه، ولكن الفرق شويه ما كيدوس في عادي. نعم. ولكن جوج بهم يمين كيفاش غدير ليها وانت اصلا لابس واحد 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 البدله وعندك سبادري برجولك؟ يلا كيفاش غدير ليها؟ وما كانش داك الشيء دارج زعما كتلبس الكلاس مع السبادري، كان كان لا كان كان عيب كبير. وغاش كتقلب الناس شكون النمره ديال البوينت ديال رجلو 43 الحمد لكم ولدان علاش صباطك عال واش درتي مازال في الاخر لقيتي هو بيان سور لقيناه، ولكن شفت الموقف كي داير خاصك تقلب على صباط 43 عافاكم واش كون عنده شي واحد شي صباط تلقى المقدم تيقدر يقول لهم دابا شويه غادي يكون معكم جورج واحد مع صباط كيقلب واحد مع واحد يجيب لك يدير فيا فابور. تصور في الاخر اللي جاب لي داك الصباط الله عمره دار الصراحه السيد، قال لي خذوا ماشي مشكل صافي هادي الصباط زعما ماشي صباط زعما الحمد لله، ولكن زعما انا كاع ما لبسو ودوست في داك الشيء الحمد لله صافي. انا حيدت القميجه اللي لبسها وانا نحك فيه باش يرجع شويه باش يبان فيه الضوء وداز داك الشيء الحمد لله. ايوا سيدي الله يعطيك. ولكن شفت السرعه في هذا المجال كيوقعوا بزاف ديال الحويجات، قد ما الواحد كيطول في المجال قد ما كيشباع. لا وانا موجدو، انا على طول بوجد اغراضي، انا موجدو اوريدي يعني، انا شايلو موجدو حاطو اوريدي وما ما 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 رديتش بال انه بجوج بهم يمين ومختلفين ماشي يعني كل واحد وغير الجوج بهم من اليمين. هذيك الفرحه بزاف الفرحه لما لقيت صباط هذيك الفرحه بزاف. واخا غادي نرجعوا من دابا شويه، غادي بما انك قلتي فتي جمال اللي كتعجبك غادي نسمعوا اش من اغنيه هذه ديالها. عرفتيها حبيبي؟ لا ماشي حبيبي، حبيبتي هذه اغنيه ديال طبطب، هذه هي الاغنيه اللي قلت لك انها تعجبني، اغنيه اللي اكثر من واعره عند فاتي جمالي. غادي نسمعوها غادي نرجعوا نكملوا معك جورج في الدقائق الاخيره ديال البرنامج في الوقت البدل الضائع ديال الجوالات فنيه يعني كاينين الحمد لله اتصالات من عند الحمد لله في الغناء ديالك ملي كتطلع في سهرات دائما تتغني غير اللبناني ولا كتغني المنطقه اللي كتكون فيها ضروري تغني لهم شي حاجه ديالها؟ بيان سور، لما تكون عارف حالك انك رايح على مثلا ناس فيهم عراقي بدك تغني عراقي اجباري احتراما للجمهور، بدك على تحفظ غنيتين ثلاثه اذا ما بتعرف حتى نعم. يعني تكريم لهذا الشعب اللي جاي اللي يسمعك، عارف كيف؟ انا على طول بشتغل على انه يكون الناس يعني هلا انت مغربي وقاعد سهران بدبي بتحب واحد يطلع يغني لك غنيه مغربيه بتنبسط بتقول الحمد لله نحن الموسيقى تبعولنا واصله. فنفس الشيء يعني واحد يعني بتحسه تكريم لك لما مطرب يغني لك مثلا لهجتك غنيه غنيتين، فانا بشتغل على طول على هذا الشيء مشان هيك انا نعم. حافظ من كل البلدان اغاني. نعم مزيانه. الا قلت لك في هاد البلدان كاملين اللي حافظ الاغاني ديالهم وحده من الاغاني اللي كانوا اللي جاتك صعيبه انك باش حفظتيها؟ صعيبه
والله ولا وحده يا خيي. كاملين سهلين ولا وحده، لانه انا باللهجه ما عندي مشكله. يعني العراقي اصلا احنا من زمان بنسمعه، المصري احنا بنحكي مصري عادي. نعم. المغربي الحمد لله انا ماشي حالي بالمغربي. وي التونسي رحت كمان شوي، انه اغانيهم مفهومه بس تحفظ الغنيه بتصير 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 تحفظها شوي. نعم. كل محل منيح، بس بالاجمال يعني منيح، ما عندي مشكل بولا لهجه صراحه. مزيان. في مدينه اسفي في الحفل اللي كان عندك الاغاني المغربي، اغني شي جوج ديال الاغاني ولا ثلاثه ديال الاغاني المغربيه؟ انا ثلاثه غنينا، هي هي صوت الحسن ينادي والعيون عينيا. شنو اللي تعطينا دابا؟ صوت الحسن ينادي بلسانك يا صحراء، فرحي يا أرض بلادي أرضك صبحت حرة، مرادنا لازم يكمل بالمسيرة الخضراء. الله 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 الله، العيون عينية والساقية الحمرانية، والواد وادي يا سيدي الواد وادي. غني صحراء بلادي يا سيدي صحراء بلادي، العيون عينية والساقية الحمرانية، الواد وادي يا سيدي والواد وادي، الواد وادي يا سيدي الواد وادي. الله يعطيك الصحة، الله يعطيك الصحة، الله يعطيك الصحة. صافي مغربي انت، صافي ما غاديش زعما لاش كنعذبوا راسنا واش نقولوا. لا شتي غنيتي معايا، شتي لا انا كندندن، انا شويه برام. انا كنت دقيقي شحال هادي والله. فاش كنت في مراكش كنت كندير الدقه عينيا الميلودي جبتيها شويه. كنت دقيقي قديم فهمتيني، داكشي ديال العراسات وسميت قبل ما ندير الصحافه. واخا في الاخير دائما جورج في الاخير ديال البرنامج، بعدا كما قلت قبيله الحلقه دايزه معاك، دازت حلوه، دازت زوينه، ما كتحسش ان الوقت ثقيل. دائما في الحلقه في الاخر ديال البرنامج كيكون عندي واحد البطاقه خضراء. ايوا كنعطيها ليك، يعني كتكون عندك واحد دقيقه حتى جوج ديال الدقائق ليك الحريه التامه تقول اللي بغيتي. تقدر تكون رساله، عتاب، شكر، شي حاجه ما عجبك، شي حاجه عجبك وما كاينش ما كيسلطوش عليها الضوء. دونك نعطيك البطاقه الخضراء. اعطيني يلا سيدي نشوفو. 3 2 1 هاك سيدي سير على الله. بطاقة خضراء، بطاقة خضراء، اختار اللي بغيتي. بنحكي شوي على الإنسانية اللي بطلت موجودة صراحة. يعني صار الإنسان بس همه إنه غير المادة صراحة، يعني وصار بطل في عندك شعور بالأخوة. يعني الناس بتنام بالشارع ما حدا آخر همه. كان البزخ بزاف صراحة، يعني الناس بتخسر 20 مليون بنهار وواحد ما عندوش خبز ياكلها. فرسالته هي انه شوي الانسان يرجع شوي لانسانيته ويطلع بخيه الانسان، لانه بالنهايه في مثل بيقول الجنه بلا ناس ما بتنداس. فهودي الناس اللي ظروفهم بالحياه معكستهم لازم نحن شوي نعطيهم شويه امل حتى لو بكلمه حلوه، عرفت كيف؟ وما تردوا شيء واحد اذا طلب منكم شيء، ما تردوا واحد قادرين تعملوا له لو 5% من الطلب تبعوا له. فتحيه للناس اللي بعد عندها انسانيه، وان شاء الله يا رب الانسان بيرجع بفكر اكثر بانسانيته، لانه كله فاني صراحه. يعني قد ما نجمع وقد ما نعمر اخر شيء رح نروح بكفن ابيض. فان شاء الله هيدي البطاقه الخضراء توصل للناس وشوي يوعى ضميرهم ويفكروا بخيهم الانسان، لانه هلا صارت الناس بتجيب باردون كلب بتحممه بتلبسه لوي فيتون، وعندك واحد نايم بالطريق هونيك ما عنده حق خبز صراحه. اوكي حلوه الرقفه بالحيوان، بس انه الانسان كمان رقفه فيه. يعني يا اخي ما عم نقول لك اعطي شيء قصر بالجنه، خلاص قد ما بتقدر يعني. نعم وبس. تبارك الله عليك. مرسي لشدى، مرسي لك حبيبي مراد، كثير انبسطت استمتعت بالحديث معك، وان شاء الله يا رب الايام الجايه بتكون احسن ولقاءاتنا بتكون اكثر ان شاء الله. تشرفت فيك صديق، وان شاء الله بتصير اخ وعزيز. مرحبا حبيبي. مرسي لسيد جونادا على هالتنظيم الحلو، مرسي لصوفيا على عطول طبعا. نعم. مرسي للشعب المغربي كله سوا، ومرسي للمغرب، الله يعز هالبلد والله يحمي ملكنا ويخليه ويطول بعمره يا رب.
اللهم امين. اللهم امين. شكرا لك جورج، شكرا ليكيب كامله، شكرا للجنادة على هذا التنسيق اللي كان زوين. كنت فرحان انني ما كنتش عارف جورج غادي يكون بحال ما كنت عارف ديك اللي جيبي ماشي حتى لدابا. شكرا لكم بزاف. ضروري غادي نعاودوا نشوفوا كيف ما قلت لك قبيله، يعني شاده راه الدار دارك، ماشي 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 براني. دونك حنا مازالين مكملين معكم، خليكم معنا على شاده فيهم برنامجكم نايضه هذا الصيف.